إذا لمناقشة مشروع الربط السككي بين إيران من جهة والعراق وسوريا من جهة ثانية وما يمثله كنفوذ إيراني متنام في المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي. سعادة السفير مرحبا بكم. يعني كما تعرفون برز الحديث من جديد عن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران، ولكن ما هدف طهران من إقامة هذا المشروع في هذا التوقيت تحديدا سعادة السفير؟ في البداية تحياتي إليك وإلى مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة هذا الموضوع ليس جديد. إيران منذ بداية وصول خميني إلى السلطة طموحها هي الوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، وكلنا نعلم ما طرح في بداية ما تسمى الثورة الإيرانية ووصول خميني إلى السلطة، مشروع تحرير القدس أو الوصول، طريق القدس يبدأ من البصرة إلى كربلاء إلى بغداد إلى دمشق. فإذا المسألة هي مسألة طموح إيران للتغلغل في المنطقة سواء كانت سوريا أو العراق، والوصول ليس فقط هي إغراق الأسواق العراقية والسورية بالبضاعة الإيرانية، لأن الآن بدون السكك الحديدية العراق أسواق العراق مغرقة بالبضائع الإيرانية، ولكن الهدف الأساسي هو الوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط وإمكانية إيران من خلال تغلغلها في العراق وتغلغلها في سوريا الوصول إلى الأسواق الأوروبية، الوصول التخلص من مسألة قناة السويس وما تعانيها مسألة في كثير من الأحيان الرسوم. أعتقد هذا أعيد الآن بعد أن أصبحت إلى حد ما العلاقات مثل ما ذكر تقريركم الانفتاح ما بين المملكة العربية السعودية وإيران والتقارب اللي حصل، جعل وفدين خلال هذا الشهر شهر أبريل، وفد إيراني ذهب إلى سوريا برئاسة وزير الطرق والبناء بازار باشي والتقى بمسؤولين سوريين على رأسهم رئيس النظام بشار، ونفس الشيء وزير النقل العراقي زار إيران. ربما هناك مواضيع كثيرة ولكن كان الموضوع الأساسي والرئيسي هو مسألة السكك، ربط السكك الحديدية ما بين إيران والعراق والسور. سعادة السفير، بحسب خبراء فإن مسار الربط السككي عبر الحدود السورية سيكون إما عن طريق التنف أو البكمال، وأنت تحدثت وقلت ربما يعني أن أهداف المشروع تتعدى التبادل التجاري، حيث أن البضاعة الإيرانية يعني في الأسواق العراقية بكثرة، وأن موضوع التبادل التجاري ليس هو المغزى، ولكن هل هناك هدف سياسي وأمني من وراء هذا الربط السككي سعادة السفير؟ نعم، الربط السككي هدف سياسي بعد أن استطاعت إيران أن تفرض نفوذها من خلال الأحزاب العميلة الموالية إلى إيران في العراق، ومن خلال ليس بشار الأسد، تواطأ الحقيقة قبل بشار كان حافظ الأسد، تواطأ مع إيران سواء في الحرب العدوان الإيراني على العراق، الحرب الإيرانية العراقية، أو بعد ذلك في عام 91، وخلال المرحلة الآن الموقف إيران متغلغلة بشكل كبير في وميليشياته متواجدة في أغلب المدن السورية، وباعتقادي أن طريق التنف ربما سيكون باهظ الثمن ويستوجب زمن أطول، بينما طريق البوكمال الخطط السكك الحديدية العراقية واصلة إلى مدينة القائم، والقائم لا تبعد عن البوكمال بضع كيلومترات. فإذا بالنسبة للعراق وإيران الأفضل أن يكون الاستخدام عن طريق البوكمال ومن ثم الوصول عبر
عبر البوكمال إلى مدينة حما، ومن حما إلى مدينة طرطوس، أي الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وأنا أعتقد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى أوروبا، وهذا يكون ضد ما يطرح بطريق الحرير الذي يمر عبر البصرة، عبر الموانئ التركية إلى أوروبا. هذا إذا حصل هذا الخط سيكون منافس للخط اللي كان يسعى إلى العراق وتسعى إلى دول أخرى لربط أوروبا بالشرق بأوروبا من خلال ما يسمى بطريق الحرير. سعادة السفير، من وجهة نظركم، هل الربط السككي سيخفف من وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني ولو يعني بقليل من هذه العقوبات؟ أنا باعتقادي أن هذه العقوبات هي مثل ما نقول بالمثل خد وعين. يعني في كثير من الأحيان تجد التعاون ما بين السلطات الأمريكية أو القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، سواء كانت السفارة أو القوات العسكرية، والميليشيات الموجودة، سواء كانت أيام الموصل وأيام الفلوجة وأيام الأنبار وأيام والآن في ديالى وفي كركوك وفي كثير، تجد التعاون قائم. وغض النظر عن المليارات التي تقدمها الحكومة العراقية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى إيران وفتح الحدود، فلذلك العقوبات باعتقادي أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسمح، ولكن عندما تتهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد سيكون الموقف أشد وأقسى على النظام الإيراني. سعادة السفير، هل تعتقد أن موضوع استدعاء رشيد لطهران، طبعا في ظل تنامي الحديث عن الربط السككي بين طهران وبغداد، هل تعتقد أنه ربما نوعا ما يقترب أو مرتبط بالمشروع التركي بالربط السككي بين تركيا والبصرة؟ هل تعتقد ذلك سعادة السفير؟ أعجبتني كلمة استدعاء. نعم. فعلا هو استدعاء، لأن هؤلاء من يحكم في بغداد اليوم، سواء كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو الوزراء، هم مع شديد الأسف هم لعبة بيد، كان في فترة من الفترات بيد قاسم سليماني، وما الأحزاب الدينية أو الأحزاب أو قادة الأحزاب والكتل الدينية الشيعية مرتبطة بخامنئي وما يملي عليهم الولي السفيه. ولكن استدعاء رشيد في هذه المرحلة أعتقد هي من مسألة تخفيف حدة الضغط على إيران، لأنه لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك تحركات، سواء من السفيرة الأمريكية الموجودة في بغداد للضغط في كثير من الأحيان على القوى الشيعية المتنفذة في البلد، وبنفس الوقت طروحات كثيرة تطرح الآن في المجال الإعلامي، لم نرى على صعيد الواقع شيء يذكر، ولكن هناك كثير من الآراء تطرح بأن هناك تحركات جديدة في العراق، فإيران تخشى أن تخسر هذا الكنز الثمين التي حصلت عليه نتيجة الغزو الأمريكي للعراق. ولذلك بالتأكيد دائما ليس فقط رشيد، وإنما كثير من الوزراء وكثير من الكتل السياسية بزيارات سواء كانت علنية أو سرية على تواصل مستمر مع طهران لتأمين مصالحها في العراق وفي سوريا. عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لكم.